في سكواد امبارح نزل امبارح نزل الدولار فجأة 5000 ليرة، مين عم يلعب بالدولار؟ أول شيء سؤالنا رح وجه سؤال للحكومة، بعدين صار معروف إنه كان حاكم البنك المركزي عم يشتري دولار ويطبع ليرة، يعني التضخم رح يزيد 10 مرات أكثر. سؤالي الحكومة ما بتتدخل وبتجرب تسأله ليه عم تشتري دولار تيلعب بالدولار مثل ما لعب هلا؟ ثاني شيء عم يحدد إنه بس مجموعة معينة فيها تشتري من 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 صيرفة، مين هن؟ أعطينا أساميهم، هل يا ترى هن العلاقة بالمنظومة؟ يعني نفهم منك رياض سليم عم يلعب بالدولار؟ طبعا ما في غيره. شو رايك بالطرقات اللي طافت كمان امبارح؟ الطرقات اللي طافت لوين هي اداره البلديه؟ وين اداره الحكومه؟ ما اول مره شفنا فيها الغرق اللي صار، ما اول مره فيها. هل يا ترى العقود تبع الصيانه اللي عاطينا فعليا لشركات قائمه ولا عمليه تنفيعات؟ بعد في الجمعه للعهد، شو بتتوقع بعد الجمعه يصير؟ بالوقت الحاضر استمراريه للوضع اللي احنا فيه. غرق الوضع اللي احنا فيه لسوء الحظ، بما انه كل هالمده انا بعتقد اللي صار لحديث اليوم هو بالاخر ما شيء بيطمن، واليوم يلي شفناه كمان بمهزلة تانية. اليوم نحن نزلنا حطينا اسم، نطلب من المنظومه تحط الاسم اللي عندها حتى نفهم بالاخر انه يكون نخلص من القصه، بس كلمه الورقه البيضاء هيدا ما هو العالم انتخبتهم للنواب حتى يحطوا ورقه بيضاء. معقول نرجع على فراغ؟ نتمنى انه يكون في عنا رئيس قبل 31 الشهر، نتمنى انه بالاخر نقدر نمشي بعمليه اليوم عم نرسم نهار الخميس بين الحدود الوطنيه، الاي ام اف ناطره منا اصلاحات حتى تبلش تعطينا فلوس حتى نمشي فيها، اذا كان فعليا ما في رؤيه عند هالمنظومه اللي حاكمه لسوء الحظ من الشيء في عمليه المنظومه.